نشكر قناة الموصلية على هذا الإبداع، والحمد لله خلصنا من داعش، ألف الحمد لله والشكر. أنا من جديدة من الموصل. والله أي واحد منتسب، إزار، لحية، أي شيء جلس يتحاسب على الصلاة، على أي شيء. والله الحمد لله هسه صرنا بأمان والله طالعين على الخضر. أي نعم. أي نعم. من القصر، من القصر. اي نعم. لا لا بعد ما تحررت. والله طلعنا قبل اسبوع على الشوله. اي والله. والله بهدلنا، ايش سوينا؟ والله حسر علينا الجقاره. والله ما زين. ما نقدر والله لا نحكي ولا نقول، هذا العدل. يا بن طالب الله يوفقهم اول شيء. ورحمة على والديهم، أكثر من هذا والله ما أريد حتى اللقمة ما عاد أريدها. والله هي فلا شفنا إلا الزين. واحد يحكي حظه. جاي من حي الانتصار. من حي الانتصار. والله والله أبو الضيم. والله جقاير ماكو. اللحية تعرف أنت دش داشة وهاي. أي والله هاي الشغلات هاي. القوات الامنيه جيش العراق، شلون كان تعامل جيش وياكم؟ والله احنا قتلنا اول ما يعني ضلينا ست ايام احنا ما نطلع خطوه وانهزمنا واستعجينا على هاي الجريه والحمد لله والله معاملتهم حيل طيب معانا. اهلا ومرحبا. والله من يرقى انت؟ شلون كان تعامل داعش وياكم؟ والله تعامل فطسنا من الجوع، اكل ماكو، شرب ماكو، تبهدلنا يعني بكل الاوضاع، متنا من الجوع متنا. والله كلش جيد، يعني هسه اجينا من قادي، الاخ تلقانا وانتم تلقيتونا ورحبتوا بينا بكل اسلوب الطيب الحلو. من هالعوائل كلها هنا بالمخيمات قاعدين، هي انا بالجوال جينا من الموصل، قلنا بلكت الله ينفتح طريق شيشاتين ونطلع. انتم من داخل الموصل؟ احنا من داخل الموصل. نعم. تعامل داعش وياكم من يوم طلعتوا؟ احنا من الصمود. من الصمود. تعامل داعش وياكم؟ حجي ايش احكي لك؟ سولف العدل. والله حاصرين على مسوين دروع بشريه لهم. حاصلين عالم سين دروع بشري اللي لهم. طبعا اعدام، احنا لو يقضبونا سنه والله بتشول يعدمونا. شلون؟ والله معلقين الجثث بالعواميد. على شنو؟ ليش يعني؟ على اي شيء، الاتصال، المدري شنو، على اي شيء. تتابعون قناه الموصليه؟ نتابعها والله يوم بيوم. دورها ننتظر الساعه 9 بس تجي. حتى نتابع بس الاخبار. تعامل جيش العراق وياكم بس. والله حجي ما شاء الله داعق عليهم. خير وبركه، الله يبارك بيهم ان شاء الله. شلونك؟ زين وانت شلونك؟ زين. شلون اموركم؟ زين. من جيتوا؟ ها؟ من القصر. من القصر. ايه. شلون كان تعامل داعش وياكم؟ ها؟ تعامل داعش. شلون يسوي لكم الدواعش؟ شو يسوي لكم؟ يذبحون ويقتلونا. نقلت السفينة، أجرونا من عند السفينة. يلا قدام، كل ما جيش تقدم على المنطقة يلا قدامي. يلا جيت على القصرين على خالتي، ومن عند خالتي جيت مني أنا. أخوتي عشيرتنا كلهم أخذوهم على السجن. هسه؟ لا، من أول ما هجروا أنا ابن عمي أحمد العبدور، ابن عمي ولده كلهم عندهم داومين. داومين عندهم. منو أخذهم؟ هذا الدواعي. جنسية أخذهم عبر منتسبين. عبر المنتسبين. ايه. اخذوهم، تعالوا بالله انت شنو، لا تقومون مثل اهل الحود، لا تقومون علينا مثل اهل الحود، مثل اهل الزاقه، يلا قدامي. وياخذونهم، واحنا نجي قالت منين؟ كان اقول مقسم، يقول لي العب انت تصير ابن عمك احمد العبدور، شراريق وسطرات، ساكم عليه بعدين. يلا مش قدام الى الموصل، ومن الموصل على الرقه. وصل جيت على عند خالتي وطلعنا بيكم احنا انزلنا. شلون يسوون قدامكم؟ دواعش. هم عندنا واحد قدامكم؟ ايه عندنا واحد. ايه عندنا برد يونس حجي على اساس ثم البيشمركه. ايه حطوه، قالوا هذا انتصار ويا البيشمركه وقتلوه الدواعش. شو النوع الاعدام مالهم؟ بالرصاص. بالرصاص؟ ايه بالرصاص. زين. وشو يجيبون اطفال يحوطونهم، قلت تعال شوف ترى كل واحد ينتم لذولاك احنا نقتلوه. شلون الوضع بالموصل؟
والله حلو موضوعهم بالموصل والله هم مكسورين والله منتهين من قبل ثلاث ايام واحد طلع لهم اجتل اربعه من عندهم ما عاد عارفين ايش يسوون اجتل اربعه من الدواعش ما عاد عارفين ايش يسوون خطيب على الحياه ردوا على العالم على المدنيين شتل انتم يابا احنا ما ندخل تتابعون القناه الموصليه؟ اي اتابعها شو يقولون لكم كانوا عن قناه الموصليه؟ يقولون هاي القناه الصليبيه ولا تتبعونها وهاي الاشياء كلها كذب قياره نخذت ما نخذت ترى كلهم يكذبون ويجون على الفتن على بيوتنا والشوشه كلهم يشيلونها ويكسرونها كلهم يكسرونها ويلقحون بابا شنو انت ما نعرف الجيش وين نصر هو احنا نعرف كل شو نعرف دور قناه الموصليه ان شاء الله دور قناه الموصليه والله قناه الموصليه فضحتهم فضحت جرائمهم فضحتهم فضحت جرائمهم هل كسروا التلفزيونات ما نعرف الجيش وين وصلوا بس الله كريم اخوي احنا جينا من قريه القصر صار لنا اربع ايام قاعدين بتشول بعقار القصر طلعونا قالوا اخلوا القريه احنا راح نسوي مقرات تطلعون الصوب الجهة الثانية من جهة العريج بيها الجيش ويضربون على الجيش والجيش يضرب عليهم وقعت القذائف وطلعونا من بيوتنا خوش اخوي وجينا قعدنا بالعقارين واشتنا الجوع ورواتب ماكو وتبهدلنا توضعنا حيل حيل تبهدلنا شنو كان يتعامل وياكم داعش؟ والله داعش وياكم شنو كان؟ تعاملهم محاصرين وجوع رواتب ماكو يعني تدري رواتب من كانت الحكومه تنطينا وما يستقطعون ياخذون منها قناه الموصليه والله قناه يعني شو اقول لك ذهب ذهب وما توصل الا الاخبار الصحيحه وجزاكم الله خير وبارك الله فيك تعامل الجيش والله تعاملهم طيب يعني تلقونا هناك تلقونا وهلا ومرحبا وما ان شاء الله ما بهم هم اخوتنا وولدنا يعني واحنا اهلهم طاري 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 طاري